الجزء الثاني من جدي تو للتذكير الليلة الإعلان على اسم الفائز بعشرين مليون كاش. توا تبعث تي بالاس ام اس على 85811 ويحضر معانا اليوم مختار تليلي. مرحبا يا مخ. مرحبا مرحبا بالشباب هذا كله. مرحبا يا مخ. تحب تعرف يا مخ شو مخبي لك الزهر ولا ايه؟ غالي. ماذا بيا؟ ماذا بيك؟ ماذا بيا؟ بس معانا ريال بس ريال. لا 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 هذا مش هذا موضوعنا. عنده بروجي كبير ياسر. انا حاجه مش هذاك الهدف. مش هذاك. شو الهدف يا غيار؟ كيف ناسيونال. كيف ناسيونال. لا 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 تو ثقافه وعلم و تعرف كيفاه؟ زيت الرياضه. لا زيت الرياضه. اسمع لا تتفرج فينا تتفرج فينا. خلينا نشوفوا الزهر شو مخبي له. نستقبلوا معنا محسن عيفة. كاو عاد مازال بيبليك ربي امين عايشون يقعد اصعب بيبليك بلا سيمي نعرفو خويا استحشت ما استحشت صفا الناس على الشخص صفا هكاك هذاك مخ ما عمره يرخ عمو لا يخ مرحبا نلعبوا هو يقعد مرحبا مرحبا كبوت محسن جاكم اليوم لا كبوت ما نبلاش الجمعة اللي فاتت جاب الزربية كي ما جيتش كان خسيتها خاطر نبزو خذيتي بالعين وخذيت بالعين اللي كنت لا لطف عليك وانت مستنك في حالة خويا شو ساعة كي يحكي على براج لازم تخليوه يحكي ساعة ما عشتش قصة عليه راهو يقص عليه وبرشا عباد راهو بعد كومنتات قصوا على هاجر قلت لكم علاش تقصوا على سي محسن لا خويا خلينا نفضوا لك هاجر مش معناتها قصوا عليك اعطيهم مساج لا 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 نرفس لا في الكواليس سبيتنا ما يجيش الكواليس لا 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 ما تسبناش نحن هون راهو ما تسبش وليدي انا نحترم بعض لا سبان ويمين لا لا فماش منه لا مسيح ما تغلطوش راهي العام لا لا انا كونت اجيال رد بالك انا سمعتها انا سمعتها اش قالت السيد تاع الفبريك اللي صفق على كل شيء هذاك قالوا ايه اجيال حتى اجيال اللي صفق والله مش مرتاح كلكم ولادي كل مختار بيسو كلكم ولادي لا مختار باهي شو قبل ما نبداو الابراج ام الدنيا تحيه لمصر ام الدنيا اعطينا اعطينا قراءه المختار الساعه باهيش بالاوراق مختار هذاك شو استنى فيه مختار مختار استنى فيه برشا حوايج مختار خاصة جيت بالذمه اللي هو اليوم البلاره باهي اليوم محضر تحضيره باهي لك انت اجبد ما عندي برج الميزان ميزان والميزان ديما مقهور حليلي على مختار والميزان يوصل لحكة بالباهي وبعدين يرخ معمر يرخ المخ ومعمر يرخ رخلي لكن صاحب الميزان سي مخ مخ عنده عباد تحارب فيه وحتى البرنامج اللي قاعد تخدم فيه يحب تهرب منه أكيد علاش؟ على خاطر ما نسكت لهمش وين حكاية الفلوس هي بجرتك هذه؟ يحب يحاربوك يحب يتبوك برشا فلوس لا أنا نشوف حاجة غالطة نخاطر الشخص هذاك قلت له كان ملعب المنزه يتقد في 2020 نعطيهم شيك 200,000 دينار يا بابا أي أنت عندك 200 مليون أنت عندك 200 مليون عندي أكثر أهو فيسك إمسا لا سامحني أي فيسك إمسا من جبته؟ لا فهمت؟ بالفيسك يا مخ يبطى في الهبطة يا بابا 50 سنة تيرا 50 سنة اسمع تيرا وخاتي اللي في التيرا تيرا روجينير ولا اسمع شو خمسين هزيتوني سؤال يا بنتي انت بنتي قديش تخلص خلينا نحسبوها الحساب سبحان الله هو خلينا نقول هجر بنتي في الدولة انا حاجي سؤال جاوبني عليك نعم جاوبني عليك بكل بحسب البلاورة حسب البلاورة نعطيها ثقة احنا البلاورة مختار مشى الامور ولا فين مشى الامور؟ في امور خاصة ولا مس في الكورة في الكورة هو سي مختار ساعات يلزها شيء يلزها انا شنو قلت تونس كلها مشات في الكورة مش لازم باللورة ما غير باللورة لكن سي مختار راهو بين قوسين ثلاث سنوات رانا عدنا بعدنا فرد برنامج راهو صحيح وراهو ديما كي نقرا له الحظ بتاعنا هذاك علاش البرنامج تبارك الله معناتها
يا ربي يستر المال يا عاد لا 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 حصل عليك بركش هو مسكين هذيك حد فلوسهم مختار 2019 مر بصعيب بصعوبات برشا لكن سي مختار علاش انتم مكرم اللقام هكا ديما تخرب عندكم والبر ديما تحبوا بعضكم علاش؟ خاطر احنا في البلاتو اللي فما نقولوه في البلاتو هو يحب النجم ويدافع عن النجم وانا اسبيرونس ندافع على الطرش هذا صحيح بعد ذلك نعرف أنا نعرف اللي عنده باللورة يعلم مش يسأل راه شو مصيف حد عن النجم يخش فهم؟ هذه وقت جيت أول طاولة خيبوش لحظة 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 نتكلموا الناس كل بعضكم لحظة برك شو أنا نفرض الحياد في البرنامج هذا بسيفتي محاي التصفيقة على الإتوال من عند التلفزيون احنا شوف احنا نحبوا جمعيتنا أما نكرهوش لأخوي هما يحبوا جمعيتهم ويكرهونا يا ولدي الزيو لا لا سي با فري لا سي فري لا لا سي فري ما يكون حتى حد يتواصل كل نتاعنا لا هو مكتعرف في 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 الظاهر نتاعنا اما في الباطن مش نتاعنا ما مش عايز خلي نكمل لك رجعنا خلي خليها الكره للكوره رجعنا البلوره يا سي صحيح دخلنا في البلوره دخلك بلوره دختك خرجتني منها ندخلوا خلينا نرجع فما الدخان هذا حظ باهي سي مختار انت توصلنا فيك ثم حاجه تحب تعملها في 2020 حبي عاوز ويحب تعمل وانت لا انا خلينا نجاوبها هذه مرتو خلينا نكمل لك البلاط سيدونا سيدونا ما تبدلش معلم اي وبالسرقه وحتى كان بدلها راهو بالسرقه ابدا ابدا تحيه لا تحيه سيدونا تحيه البلاط نتاع سي خليهم احسن بلاي لاولادي كمل بلاص يا اخي كمل سي مختار سي مختار انت عندك حاجه برنامج قاعد تحضر فيه جديد صحيح والبرنامج هذا مش يكسب برشا ناس شيخ وفكره سامي فيري عاد وثم زعما اخو زعما 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 حريز يا سي مختار زعما حريز ولا طيب تحضر فيه لا مش الحوز ديما عندي موجود بلاك هاو والسينوش ديما موجود والكتاب ما يبدلوش والكتاب والكتاب تحضر فيه شنو؟ الكتاب هاو صحيح من عام ناوي والكتاب مش نكتب وحقايق زفت هذا زفت بين انا بيع زطله ولا بيع خضره ولا بيع قلت مش يخرج عام ناوي واحده واحده كعبه ومش بس هاني وكتاب خوان الكره التونسيه الكل مش يتحط لا اعمل باج احكي فيها على الزفت والله هذا الاسفلت هاو الاسفلت انت كورت بها الكره التونسيه اكيد وساهمتوا في تخريبها وباش تحاسبوا نحن كشباب باش تحاسبوا انا ساهمت لا باش تحاسبوا انا باش تحاسبوا انا كشاب باش نطلب حقي منك انت اللي كرهت الكره التونسيه وتوا ترى انت اسكت اسكت خير اسكت انا كونت مدربين تونس الكل بكباراتهم بصغاراتهم انا دربت الانديه الكبيره الكل انا دربت في السعوديه بعد جيت على انا دربت كل شيء عنده نهايه كل شيء عنده نهايه انا تويكا في 77 سنه انا مدير مركز تكوين النخبه يا بابا على المخ يا بابا دونك المسؤولين على الجامعه يعرفوا شكون يحطوا في تكوين الشباب خليهم محسن كم طبعا نرجع عندنا بليه هزر معاش برمشوا برمشوا بعض أسي مختار تو ما خلتليش مش نركز معاك تو معاش قصة لي اللي خليني شيخه بالباس عقبال سي مختار 2020 عندك موضوع حاجة كبيرة تستنى فيها وخايف منها حب زعمة تدخل فيها الموضوع هذا ولا خايف منها لا خايف وعلى شيء إيش لزك البلورة تقول لك حاجة باهية ما تخافش أنا عشت هكاك ناكل لقمة على قد فمي اي بلي قول لنا شنو الحاجه ساعه احنا فهمنا شنو في باش بزنس كله بزنس هذا كله فلوس كله بزنس كله فلوس يعطينا قول لنا انت الفلوس هذه باش يجيك برشا وانت خايف ديما الضرب على جنابك لا ما هو انا خاطر مستوي ونظيف وترونسبارون سهل يكون مستقبلك مش يرجع يريني ولا مختار لا لا مش يرجع لا 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 هو نقول لك لا هو هو لا لا بتسالني انا هم انا نسيت التدريب تو عندي عامين انتهى وقفت جاريتي جدي ستوب عليه على خاطر كمان اون ليس لي جون تافاي اه والله خلي صغار يخدموا كمان باهي
والله اسمعني حاجه مهمه غيرك مكبشين هكا والله يزيدوا الفلوس باش انا وفي عمري انا واقل شويه صحيح. اقل شويه تعلم تعلم انا خديت وقتي ما ناخذش وقت الناس مختار صراحه نعرفك انت بالصراحه نتاعك اخر سؤال كره بعد نرجع نحكي بيه. بعد خليك عنا اليوم زوز ابراج اليوم الجوزاء والدلو دونك باش تحكي لنا على الجوزاء والدلو هكا ولا باختصار اليوم شويه باش نحاولوا نحكيوا اكثر منك مختار جاوبني بصراحه نجاوبك نعرفك انت ملك الصراحه ربي يستر كان فما مدرب ايه. اليوم تطلب منه بكل لطف وينسحب ويخلي بلاصه ليجون اعطيني اسم شكون المدرب مادام تخم قاعد تخم تقول ولا انت ديجا لا عنده زوز في مخه خمسه لا لا بل 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 واحد بصراحه انا شوف المدربين اللي يجيبوا القاب ويجيبوا نتائج لا ما جاوبتنيش اعطيني اسم ما نقولهمش اقف اعطيني اسم هكا اسم مدرب تقول يزي اليوم قول له ارتاح يزي خلي ليجون ما عنديش ما صدقتوها لا هكا في القلب كذبه بيضاء هكا انتو كا تنعصروهم بعض مختار مازال عنا الوقت برج الجوزاء من مشاهير برج الجوزاء نجله بن عبد الله عبد الحليم حافظ نومي كامبيل محمد رمضان جوني ديب البرج الجوزاء هو من الابراج الهوائيه برشا هم البرج الجيمو والجيمو قد ما يوصلوا الحاجه اللي حاجته بطموحين برشا يحبوا يكرهوا جوزاء ديما مخنوقين لكن عبروا على برشا اللي في قلبهم لكن يتفلقوا ما يفهموا حتى شيء الجوزاء ديما الفلوس نتاعهم يدخلوا منا يخرجوا منا اكثرهم يمشوا في كلهم في التسويق والجو والشيخات لكن برج الجوزاء ديما في زواج وفي الحب وفي العمل هم ديما الاولين لكن ديما الضرب على جنابهم الجوزاء ديما يوصلوا لحاجه الحاجه اللي حاجته بهم وبعدين يفشلوا في 2020 باش يوصلوا لا 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 ما تحكيش 2020 نمان نمان خليها والله بلاي تحبوا يحكي لكم 2020 شوي بشوي 2020 باش نعملوا حلقه كامله خاصه او كمان توا قايدوا عندكم اول حلقه عام 2020 من جودي تو راهو باش نعملوا فيها سبيسيال ابراج الكل 2020 شنو يستنى فيهم دونك ما تحرقليش الحلقه هذيك الله يبارك يا خلي اعطيني حلقه مع بعضها كل 2020 في حلقه واحده بي افونغو صغرون هاي كاو الجوزاء يلزم يرد باله من حاجه برك من لسانه ديما قاعدين حاطين عليه وحب يوصلوا حاجه باش يضروه اه هو اللي يحب يضر لا هو خاطيك برجك لكن ثم اطراف اخرى حاب يضرك انت صح شكون يا محسن شوف لي تي شوف ما يبغى لك حد بر لعرفك هذا برج الجوزاء قلنا في اجازه باش نرجعوا الابراج الكل في حلقه خاصه جوست بعد راس العام ان شاء الله نشوفهم الكل ان شاء الله برج الدلو ليلى بن خليفه بربي تحيه لها وش بيك خليت تونس تايم حسن جاستن تيمبرليك توماس اديسون يوسف شاهين الدلو هما من الأب... ماديسون اديسون اديسون البرج البرج الدلو هما من الابراج ياس الفيدال يحبوا برشا الدلو وكيكرهوا ياكل فرد مره مره تلقاه فرغان ومره تلقاه مليان الدلو مره تلقاه يعبي اللي في قلبه يعطيه كل شيء حس به الدلو الذر من من ديما يعطي ثقه لبرشا ناس لكن ديما يلسعوه ديما يعطي برشا ثقه لبرشا عباد يقول هذا سيء من عز صحابي لكن تجي اللسعه من جنابه هو الدلو ديما ننصحه نقول له ماذا بيك خذ حذرك قبل ما تغيس قيس وان شاء الله يكون البرج الدلو في مناسبه اخرى اللي تراس العام تحضروها حاجه قويه برشا مفاجات لبرج الدلو برج الدلو رد بالك برشا مفاجات واضح برشا مفاجات 2020 نستناوك اول حلقه جودي تو ان شاء الله باذن الله عام 2020 باش نرجعوا للابراج الكل للاحداث السياسيه الكل الاحداث الكرويه كل شنو يستنى فينا في العام الجديد دونك محسن عيفة اللي كان تنبأ ديجا من عام 2019 انا جاي كيزيد ما تمرجنيش دونك جاي دونك كان تنبأ 2019 بنو الحكومه شكون باش يكون فيها تنبأ ب وفاه الرئيس السابق البيجي قائد السبسي هذا كله كان لا ديسمبر قال باش يكون شهر سخون وباش يصير قلتها في راديو مارينا وفي جوهر افهم وفي بلوتو حتى وحتى معك انت هنا قلنا شهر ديسمبر قلنا في بدايه 2019 ديسمبر راهو سخون وردوا بالكم حذركم بحمد الحدود في جانب راهو باش يجي كوارث طبيعيه وكوارث مدينه فيها سير فيها غباب معناها هو ذباب هو الكواكب تشمل بين الكوكب المشتري والزهره صحيح معناها 2019 ياخذوا حذر برشا واضح باه ياخذوا حذر ماذا بهم ماذا بهم ماذا بهم ننصح كل الشباب ما تسرعوش اش بيك بي قالوا هاي غباب زوز ابراج زوز ابراج الاسبوع هو عندك البرج الجمعه جاي ان شاء الله يكون هو جدي الناس الكل طالباتو جدي وعندك امينه مريضه جمعه جاي وعندك خدرنا جدي وعندك القوس وان شاء الله الجمعه الجايه باش نحب نقرا لها حظها هذه
باش نكشف لها كل شيء. لا أمينة الجمعة الجاية بقدرة ربي. الله يكشف لها كل شيء. صحة دورك أنت الجمعة الجاية. واضح يعطيك الصحة محسن عيفة، تصفيقة كبيرة برشا لمحسن عيفة. ولاية صغرون محليه تحفون اسمه سليم، بوه اسمه آية اسمه سليم، بوه اسمه كليب. لحكاية التقليب بتاعتي بالمقلوب يداوى خفرجوا فيه تسويت بعد نرجع. باب 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 سي عزدين يا غالي من دار ان شاء الله مبروك. ايش بيك قعدت يا ودي؟ يا ودي قوم بارك سي عزدين. مبروك عمي، مبروك مبروك عمي، مبروك عمي، مبروك يا من دار. صلي عني بي برجي وليا ان شاء الله مبروك عليك. موت عمي موت. ها شكرك فك الماستر. بارك الله على ولدي. بسم الله بارك الله عليه. اي سيدي هذا مبروك الدار. علاش تعبي روحك يا ولدي؟ ما فما حتى تعب في سن مسالش. صحه لولدي، صحه لولدي وبالشفاء. فما شي حوايج اخرى تنجم تفرح بينا كيك هذا؟ خليه هو ياكل. هذا مشي كلمه الطفل تجيب لك بصحيح بيتي فول. بيتي فول 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 بيتي فول. بيتي فور وي 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 محليها الصالة محليها. عشوني تحب نشري لك واحدة كيف هذية؟ محليها الصالة بابا خذ لنا كيفها. اي مش مشكلة صالة ما اهبط جيست وجاك شي سيقك ولا حاجة. عايش ولدي ياك. ها شكاولك فك الولايد مصالي عني خليه ياخذ راحته. اهبط قال لك عمي ناخذ راحتنا. اهبط غالي ورا العمي كيفاش نحن ناخذ راحتنا؟ نحن رانا متربين على الاخر. عايش ولدي الغالي. واحد اثنين صحيح يا بنين. وي يا بيتي فول إيه. ها اش قولك فكرنا فنان كانالو الوليد كانالو كان ها ها عجبك بنين بابا؟ شرا ديما عمي يستدعانا بحديه. يزي توم الحديث وكمل نشرب كاسك وكان تحب نشرب الكيسان هذا باش عمي يزيدنا الجو هكا عنده جو. اي صحيت. عايش ولدي الغالي. هيا بابا خلي نكمل الكيس. نجم نحكي معاه كلمتين؟ ايه يا عمك راه خذ راحتك هذا حديث. حاش شبيه ولدي تتحل في دوامه. تشبيك تتغصور يا حاج لاباس؟ ولدك هاب يتسلف عندي بيت له. تحب تتسلف شي معناه تغص باش ترجعهم له بعد هكا هكا؟ ايه بابا تقدم عاو قدمه صحيح. عايش ولدي ربي فضلك الوليد متربي ياسر يا عم تربي تدايا راه. عايش ولدي الغالي اين عمبوك الزين. وي 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 فرامبيدال فرامبيدال وي 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 وي. هذا عمرو هذا هذا عمرو 10 سنين. اش عمرو صغير الوليد راهو هذا 10 سنين. صلي على النبي الوليد فاخر وكهو سابق عمرو. ريت كراه بسوق بسكليتات يسوق كلب سوق الوليد تبارك الله فايق راهو. نسيتش نمشي بابا نقرا شويه انا وسيرين في البيت. ايه ما يسالش كي تقعدوا تركزوا راس راس ما فيها باس. شنب القرايه شنب القرايه قاعد غادي وماشي. مش قلت لك الوليد راهو تبارك الله سابق عصر وفايق مصلي بيني على بعلى مصلي عني بعلى ولدي. توين بنتك يا حاج خبيتها يا اخي؟ دخلت شنو هو؟ النص نتاع اليوم يتخلي يا بابا وي ايه قد فيها الورقه؟ 700 يورو الورقه دخلت والبتي فور التوله تخلي يا اخوي ما فرحتوش بينا برجوليه حاجه. استنى 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 شو؟ شنية ولا قمار في داري؟ ايه قمار في دار. ايه قمار بلا شنو؟ ما يساعدنيش بابا القمار في دار. ما يساعدكش؟ اي ما يساعدنيش. اي تعرف كيفاه؟ اي اخرج علينا من الدار من اخوي انا ما نعمله بنروح يا منظر يخرج انزل عليه انزل عليه. شي استعمرنا يا رسول الله يعجبك شي. تصفيقة كبيرة برشا على كليب على سليم على الاكيب الكل يعطيهم الصحة برافو كالعادة اليوم شايفيننا في بالمقلوب. باهي للتذكير شوية آخر أقل من ساعة من توا باش نقوموا بعملية السحب 20 مليون كاش. هم الفلوس موجودين لهنا ينجم يكونوا فلوس كنتي في الكونت نتاعك كنتي وال 20 مليون اللي كنتي سيدة المشاهد. أمن بحظوظك أبعث تي بالاس ام اس على 85
811 قبل ما توفى الحلقه نتاع اليوم ان شاء الله باذن الله ال 20 مليون هذوما يكونوا من نصيبك. دونك جرب حظك وان شاء الله يا ربي مربوحه اقل من ساعه باش ما تندمش بعد تقول يا ريت كان بعث. فازي ابعث توا تابل اس ام اس على 85 811. فما رشوه يا جماعه ولا لا؟ فماش والعياذ بالله. زيد يكذب يا مالك كيفاش موجود هنا؟ هو رشوة نفسه، هو رشوة تمشي على ساقيها هكا تعمل. التونسي يعيش بالرشوة والا لا؟ زميلنا الطيب خرج سأل بعد نرجعوا نحكيوا على موضوع الرشوة. الرشوة موجودة في تونس عندها برشا، وتتراوح قيمتها بين 400 و 500 مليار في العام. احنا استنسنا بالرشوة هنا، فهمتني؟ والرشوة ذي من قديم الزمان هنا، فهمتني؟ وما تتنحاش الرشوة، وديما موجودة الرشوة. لازم باش تمدك اللي حاجة هكا ولا هكا تحت الحيط كما نقولوا احنا فيها، باش تنجم تسلك أمورك، سينو ما تنجمش تقضي حتى قضية. نقولوا موجودة، مازالت فما رشوة في خدمة، في كل شيء، في أي حاجة باش تمشي لها. حبيت على خدمة، خير راجل استوصلت لي قال لي أعطيني حويجة بلغتنا، تو نريقل لك أمورك. والمونطون ياسر عالي ما مقبول. والله يقولوا يمكن بالنسبة للحاجات الكبيرة، ما هكا حاجات صغيرة في منعرفش أنا، في ممكن نعرفش أنا أصحاب الشركات أصحاب المعمانتها وقت واحد يمكن الناس اللي تستحق قضيات كبار بتدخل. وفي الأعوام الأخرى ارتفع معدل الرشوة من 9% عام 2015 ل 18% عام 2019. من غير رشوة بلاد الكل ماشية بالرشوة، وين تمشي تلقى الرشوة. كيف ندخل الإدارة التونسية يحبوا كان الرشوة، ما يعملوا لك حاجة كان بالرشوة، سيرو ما يعملوا لك شيء. بلاش رشوة ما تقضيش أمورك. تو في وقتنا هذا مثلا حتى تمشي الخدمة مثلا ما تعطيش ما تخدمش، ديما بروبيريتي عند العباد مثلا اللي تمد الفلوس. ونجموا نلقاو الرشوة في مجالات ما تخطرش على البال، كيما شريين وبيعان الماتشوات وشريين وبيعان الجوارات. في الإدارات، في المستشفيات، وحتى عند بعض المسؤولين في الدولة والإطارات. هذا مزروب ويلزمني نطلع ورقة ويعملوا المستحيلات اللي في الإدارة اللي الورقة ما تنجمش تخرجها ودير شنو ويفلموا عليك، ومن بعد كيف تمد لهم الفلوس بالوقت يخرجوها لك. أنا باش نستنى بها ساعتين ولا ثلاثة سنين ولا ثلاثة ساعات، علاش تعطي رشوة تتعدى في ساعة. وبما أنه ظهرت الرشوة استفحلت، حبينا نسألوا بعض المواطنين يعطيوا رشوة باش يقضيوا أمورهم ولا؟ لا 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 رشوة لا، لا نتعامل معاها ولا نحب شكون يتعامل معايا. في حكاية في حاجة لازمك تعطي فلوس في أي موضوع، بار اكزومبل في الطريق تعطي فلوس، تبدأ قاعد في قاعدة فهمتني تعطي فلوس، في أي حكاية تعطي فلوس. كيف نجي نخرج حاجة ولا حاجة هكيك يلزمني نعطي، سينو ما نقضيش قضيتي. السيرفور في قهوة هذيك يلزمك تفرح بيه، انفيرميير في السبيطار يلزمك تعطيها حويجة باش تحط لك تخليك في شامبر بي ولا فرش بي. وبعد التقرير هذا اكتشفنا انه الرشوة موجودة برشا وماشية وتزيد لعدة أسباب، منها قلة الوعي، الفساد، عدم مسؤولية الموظفين. وال450 مليار اللي يمشيوا في الرشوة كل عام نجموا نستغلوهم في مصالح أخرى تفيد البلاد والعباد، كيما توفير 7500 موطن شغل في بلاد فيها أكثر من 600 ألف عاطل على العمل. إيبا ريتو الرقم 450 مليار رشوة تتعطى منهم 200 مليار عندك. رشوة عبش نجيكم نعملوا تور دو تابل يا جماعة، قاعد يقيد هو ديجا الليستة طويلة مخ به. نعملوا طلع الاستاتيستيك يا جماعة في الريجي، خلينا نشوفوا ساعة التونسي اسكو يعطي رشوة ولا لا وفيش يعطي رشوة. 15% من التوانسة ضد الرشوة وعمرهم ما دفعوا رشوة في حياتهم. دونك 15% فقط ما يستعرفوش بالرشوة بالكل. 25% من التوانسة يدفعوا رشوة باش يربحوا وقت قالوا. دونك ربع التوانسة يعطيوا رشوة جوست على الوقت أكاهو. تقريبا 30% تحديدا 29% يستعملوا رشوة في استخراج الوثائق الرسمية ويستخدموا رشوة كان مع الإدارات فقط. دونك تقريبا لانتيير نتاع التوانسة يعطيوا رشوة في الإدارات التونسية. الشيفر الأخراني هو أقوى شيفر، 31% ديما يدفعوا رشوة حتى كان قضية صغيرة. معناتها ستانس كل يوم ينجم يعطي رشوة مهما كانت شنية القضية اللي باش يقضيها. باه رابعة تعطي رشوة ولا لا؟ لا 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 ممنوع بالله، نعم ممنوع بالقانون، حرام في الدين. فما رشوة في دومينك انت؟ لا فما رشوة في كل في دومينك. يكتب سيناريست معناتها يكتب فما رشوة، شنو باش يتباع السيناريو؟
فماشي فرح بيا وصحاب وفزات. عرضوا عليك مره انك تعطي رشوه باش لا مخاطر انا وجهي ما يشهيش للدائره معناتها ما نكمل باركونت في سؤال علاش تشكلها في وجهها شاهي مش هي هي قالت مش ليه مانيش ظاهره مانيش تعالى نعطي لناخذ انا انسانه انت رشوه ما يغزرش انت انسانه ملايكه مستقيمه باه اي رابع كمل قلت لك نسيتني فاش كنت قاعده نقول بلي كي نبدا مقابلتهم زوز نحس روحي تفرش في الحوار نجيو راك اخذ راكور اقسم بالله احكي برا احكي قص الافكار احكي والله انا هنا باه كمل هاي قلت لك ممنوعه بالقانون وفي ديننا حرام واكثر حاجه هي البلاد هي الرشوه خاطر بها هي يدخل السلاح وتدخل المخدرات وناس تشد مناصب وهي ماهيش كيف تعمل ويزيونا بالحس هاي ها فوالا هاش تعمل الرشوه ويدخلوا الناس يشدوا مناصب هما غير كف ويعملوا المصايب ويعدي فيزيتا كاري يعدي فيزيتا ب 10000 باش يشربها تقول لي عنده سخان 40 عنده جمعتين ما جاش الرشوه هاي كفون هو راهو حتى في دينا الرشوه موجوده منو للدنيا فهمتني حتى في دينا مذكور الرشوه المرتشي فهمتني هاي خلط عليه مدو كونكاساج شارك كونكاساج وقتها قلت لك بدك تعرف الرشوه المرتشي مذكورين اما نحن في تونس كما قلت انت تبدا العباد مزروبه تحب فيسع فيسع تك 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 ام فما رشوه مش فلوس بركه راه فما رشوه الاغراء اغراء كيفاه؟ كي اغراء واحد ماشي ياخي يدبر في خدمه طفله ماشي يدبر في خدمه فما رشوه اخرى تتمد رشوه اغراء رشوه اغراء هذيك رشه مش رشه. ايه خضر ناري يمشي هكاك مش غراء هذاك. غراء مسخون عاد تقول لك. والله تشيش تحت. فهمتني في تونس نحن عندنا فما اللي عنده الاكتاف وفما اللي عنده البواترين وفما كل واحد والرشوه تاعو كيف. وهم اللي عنده فلوس. قلت لك الرشوه مش فلوس مش نيح في القضيه مش الرشوه فلوس بركه. فهمت علاش ديما حكيت فما ضربه مكياج ورشوه كنت في الاغراء في الاخر كل خاطر هذاك انا مره مشيت نخدم انا مره مشيت نخدم في بلاصه قبلوا طفله وانا خير منها انت شكون غايب باش السي في نتاعها قوي تعرف عليها لا انا خير وقت كيفاش تعرفت فسالت تعرف الطفله انت اللي حكيت عليها انت ما تعرفها انت عليك تعرف انت عطيت رشوه كافون ولا بصراحه انا لا نمشي اموري انا كيفاش معناتها تمشي اموري؟ نمشي اموري في سعفيس يا عطيت رشوه ولا؟ ما سماش فيهم ما عطيتش رشوه، في سعر يستقبلوا وراك. خلاص تحبوني نكذب عمري ما عطيت، كلكم تعطيه في الرشوه، تكذب. لا 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 اموري تك تك في سعر في سعر شد هكا بلا وريقه ولا موضوع. 30 ثانية 30 ثانية كل واحد. ما نكذبش عليك. بروميوم تتسمى رشوه هذيك. عطيت رشوه خاصة في كرة القدم. باش ولدي يلعب خاطر في القهاوي يقعد هيك باش يلعب باش يلعب اسمعني انت كوره ولدي اسمعني يا مدام ولدك مش كوره مش شوي خليها تكمل لا سامحني قطعت عليك جات الفرصه وكا دونك يحكيوا في القهاوي هذاك باش يقعد رونترون هذاك باش ولدي ما يتقهرش مشيت كلموني قالوا برا اشري له ايباد المسؤول هذاك يا اخي ما دول كيفون وقال خليه في الدار وخذ يا اخي مشيت ما فين الجمعيه ما كيفوها لا خليها تكمل اماني عايشكم ما عادش تقصوا عليها تقصونا قبيله في الاوف كي تقصوا عليها تخلصوا ما قلتش ما قلتش بزي هجري ما لقيتش ايباد سيتي نهار حد دونك عطيت رشوه باش ناخذ رشوه باش ولدي ما يتقهرش الجمعيه لا ما نقولش يلعب في الاخر ولا بيان سور وخذا المسؤول خذا رشوه بيان سور الايباد جابوا معاه في البيان سور ولعب كوميم ولا بيان سور ولدك مازال يكمل يكور اليوم في ليزيكيب الكل باهي ولدك مازال يكور يا مان عايشكم نسمع بعض ولدي تبارك الله تو لبرا نجم نسمع بعضنا يعيشكم باهي ولدي لبرا تو يقرا كور كور اي كمل كور مع تو كوارجي ولدك يلعب 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 فرنسا يلعب مش بروفيسيونيل يلعب لا عاد يقرا ويلعب مش بروفيسيونيل اماتور اماتور نحكي الوقت اللي صغير انا هذا الميساج اللي كنتي نحب وللي قاعدين يتفرجوا فين معناتها ساغيف انه واحد يخاف على مصلحه ولده نجم يقبل انه يعطي رشوه اما كريت حتى الرشوه اللي عطيتها ما وصلتش وانا متاكد اللي خلينا نكمل كاش معناتها متاكد اللي كنت ذيك نحيت فلوسها من حاجه كانت نجم تصلح لك تعمل بها حاجه ما خير برشا فقد الشيء لا يعطيه على البال فتيك جيتي با كونفينكو مي دخلت في سيستيم باش ولدي ما يتقهرش واضح باهي مختار مختار اسمعني رشوة ما تقوليش عمري ما خذيت رشوة ولا عمري ما عطيت رشوة خليني نكمل عاد ما بديتش انا خليني عاد انا حضرتها لك كلها قصيدة على الرشوة رشوة ما عاد والله العظيم في بالله الكريم اللي عطيت نهار من اللي ما عاشوها مصدقينه بالله ولا صادق لا 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 والله 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 لا جمعت من ليم رشوه انا علاش نجمع من ليم رشوه؟ خاطر تاخذ علاش يوم اختارت لي يعني ما ندفعش انا رشوه اي تاخذ لا بالله خلي كل واحد يجاوب واحد ياخذوا بخاطري ناخذ
تاخذ رشوه كي نبدا زبنطوط لا جبه لا كابوت وقتها ناخذ يا باب كيف ناس خديت رشوه ابدا والله واخد اما شوف انا ما عطيتش ما قلت للناس يعطي il provoque la choua. Je me mêle pas, je me mêle pas, je me mouille pas, je me mouille pas dans les choses que tu as le flou. Tout le monde. Mais, je vais te dire que tu es, je vais te dire que tu es là. Ça revient au même. Tu es là. Un exemple. Je ne me mêle pas, je ne me mêle pas. Deux. 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 باش غيروا فما الناس عطيهم الفلوس. انت كيفاش تغري مختار؟ انا غيروني باش يجيبوا لي مثلا كادو ابتي كادو في راس العام. يجيبوا لي نحب نغري. يجيبوا لي يجيبوا لي شنو بسيطه هكا. والله عندي حكايه اسمع بلا حكايه. فما شكون مثلا جاب له. كل بنيتهم السيدون الذبابات هكا. شكون؟ كولي هذاك. كولي هذاك كان يحلم هما هذوك الجماعه هذوك حلموا حلموا اللي انا عاونته في الماتش. حلموا اللي انا عاونته في الماتش. يا رب يا رب. كيفاش الجمعيه هذيا حطيناهم في سيكوت. ليكيب الكل هالملاعبيه بمسؤوليه شويه كوت وسمعناهم اش قالوا لملاعبيتنا فقلنا لهم يا ناس انا سمعناكم اش قلتوا للملاعبيه وانا في بالنا بيكم وانا في بالنا بيكم اش قلتوا مش ما قلتوش اما ردوا بالكم الجماعه اللي معايا المسؤولين اللي معايا قالوا لي نبدلوا الفورماسيون قلت لهم نعم نبدلوا الفورماسيون باش انا يقولوا مختارات لي اللي بعد الماتش فورماسيون تقعد هي بيدها لعبنا ربع ساعه لعب ايكيبي خاسه 3-2 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الجماعه الاخرين كي ربحوا مش في بالهم اللي جابوا لك الدنيا جابوا لي استدعوني في حفله كبيره هكا في سيدي الضيف في سيدي الضيف وعطاوني يا امين جابوا لي وحده هكا يا حبيبي على الزمان شنو جابوا لك وحده هكا؟ جابوا لي كولي وحده هكا ما شنو؟ كادو 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 ولا تكره كادو تحب ولا تكره هذا يتسمى رشوه وفي بالك لا 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 تسمى رشوه لا تسمى رشوه لا ماشي رشوه سمع هذه رشوه انا ما خلوليش باش نديروا لك على خاطر عملت لنا عملت في بالك وقبلت في بالي ما بدلتش تشكيله ما بدلتش تشكيله انا مستدعي ما بدلتش تشكيله كي نبدل تشكيله انا اخذت رشوه هو حتى كسدعاه متفاجئ في مدوا له الشركه ومتفاجئ داو مدى هاي قالوا كيفاش سيدون هذاك شو ما نقول ما عطيتش ايه عطيتك انت قضيات فما ولاش نكذب على ربي عطيت قضيتك شويه اكزامبل مثلا نتاع البلايص معناها وين عطيت رشوه عطيت حاجات هذوما من البلايص تاعنا مش البلايص تذكرش علينا صحيت هذاك عليك قاعد تغفر باهي احلام لا مش بلاي عطيت يعني تولد حاله عناية انا نلقى روحي في سيستم كله رشوه الحقيقه اسي مالوغو خاطر الرشوه خلقت الطبقيه كانوا مش عايتونا رشوه الزوالي ما ينجمش يعيش كما قال سي مختار يمشيو يعطيو كولي ويعطيو ذهب وشيخ والاخر ما ينجمش يعطيك سي مختار تقع عنده في ساقيه وقتاش يلعب هذاك وقتاش يلعب باش يلعب هذاك لا باش لا لا غيرت الموضوع تو انت غيرت الموضوع لا لا هذا الموضوع قبل نحكي لك الموضوع نحكي لك عليه يجي يبعثوا بناتهم اي لا لا خلي نفقحها خلي نقبعها مخي ما يبعثوا بناتهم ماكيي ما عندكش فكره ما عندكش ويبعثوا ولده صغير معاها ولدها اخوها الصغير وتجي هي تدخلوا للمدرب ويدخل المدرب وفهمني البقيه كلها عاد صغير مشكلة وفهمني الدنيا كلها عاد مسؤول خاصة وانا سكنت والله وانا سكنت يا امين خدمت على اساس في وقت من الاوقات خدمت على اساس على الامور هذيا على اساس نعس على البنات الشبات اللي تكلموا المدربين نعس على البنات النساء اللي يكلموا المسؤولين والله العظيم خذيت عليهم الكل والله خذيت عليهم الكل شيخ خذيت على البنات الكل ولا الشباب خذيت لا على اللي يعملوا هكا العمل هذا خذيت على البنات الكل انت تدخل البيرو وتحكي مع نساء ريت بعيني اسمع اسمع ريت بعيني اي نحكي معاك وانت حكيت معاك انت زاد معاك انت زاد اي وعندي حكايه تاع تخلي للبيرو ونحكي مع اما ما شفتكش فما مرا شعرها اصفر فرقة وسمينة دي ما تدخلك وتحكي معاك انت بعد انت بعد جدك يا جماعه لا انت بعد تحكي بجدك هجر تراكي شو صار كونتاكت مع لي بارون سورتو لي فام يبدا يحكي ويبدا وعنده دوسي ازرق ويبدا يوهري ويبهبر يبربي ما نغطيوش عين الشمس بالغربية هكا راني نغري وانت الشكح ما ناخوش على المقربعين أكاهو لا خاطر الدوسي الازرق صحيح لا هو مش صحيح زيدك الزياده هاي مش صحاح مش تاكد لك كلامك هاجر كنت تحضر انت في البارك كنت تحضر مش كنت تحضر وقول علاش على شنو تحضر وقول له انا شكون خدم غايه في الاسبيرونس خدمه اي اكس اي شكون خدمه شكون انا خدمت يا المونيكيه
بلاخا خليه يهجر خاطر في الكوليس حكيت لي حكايه. انا والله ماذا بيا كفون تحكي لنا تعرف شنو الحكايه؟ قالت لك جات بيريود معناتها مختار ربي يهديه ولا يصلي وكل في البارك. نحكي لك كيف هي؟ الحكايه. اي بيان سور. اي في البارك. يصلي عندي 50 سنه. ما شاء الله. يا خويا ذكرني. انا اسكت اسكت. انا صليت في القدس. صليت في مكة وصليت في صليت معايا في المدينة صليت معايا هذيك بعد 9 متاع الليل هيا 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 خلنا نحكي لك حكايتك. ذكرك الحصاير اللي تحطوهم وتصليهم قدامك البيت انت تصلي هكايا باش تركع والتليفون ذبرة فهمت وانت تلهي بيا وقت هذه اش بدل قديمة خلنا نحكي لك اش بدل التليفون عملها هكا اه رئيس رئيس وخرج سليم شيبوب يا ولدي مش هكا هي لا 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 هذه بايخة بايخة يا سيدي تكذب يا بايخة بايخة هاو صحيح انا عندي وقت خدمت في الاسبيرونس خدمت مع سليم شيبوب طبعا رئيس الجمعية عملت السنوي نتاعي رئيس يا مخ باش كي يضرب التليفون ما يضربش تي تي تا تي تي تا 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 تو لا يتكلم لي يقول لي رئيس يا مخ رئيس يا مخ اش نعمل انا كي يقول لي رئيس يا مخ اش نعمل؟ شو عندك؟ انا قاعد في مجموعه كيما هكا صلي نهرب لا ما عادش نتكلم هربت من الصلاة لا مش صحيح قالت لك صحيح قالت لك ركعت صحيح جمعه نحكيو عليها سيدي بن زياد عندها هذه عندها سيدي بن زياد شويه في الاسبيرونس عندنا مسجد نعرف المسجد عندنا مسجد نصليو فيه ما عندناش واحد هذاك المسجد الصغير قديم اللي بيبي هذاك نصليو فيه هو ما نصليوش ايام ما نصليوش ايام قاعده كل مره قاعده تعطي فيك في حويجه لا تعطي تجمي من الخارج قاعده ولا قاعده تجمي من الخارج صحيح ولا قاعده تجمي من الخارج فما وليد قال لكم يا جماعه اجرى فيه اللي ما يجراش الجمعه هذايا شكون اسمه سليم خويا كليت ريحه اخوك وي اللي بوه كل يوم العقبه لي شوفوا البي تي ار تدفي على حي الرجوله السلام ومرحبا بكم. تصور روحك نهار تشارك في مسابقة تربح 300 دينار ومن بعد يقدموك في فلوسك وما يمدوهم لكش ويطلعوا نقود مزيفة كيما هذا. شنو هي تكون الرياكسيون بتاعك؟ يلا نشوفوا مع بعضنا. نجاوب نجاوب وخذهم انت. جاوب الفايدة جاوب. ان شاء الله. باهي جاوب. قائد العسكري يوهان توزغار شارك في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. باش نعطيك اسم نايب باش تقول لي هذايا تابع نداء تونس والا حركة النهضة والا قلب تونس، حسني قرمصلي. قلب تونس. الأكثرية. إي ممكن. شارك في الحرب العالمية الأولى والا الثانية ليفاندوفسكي. الأولى ذي. شكون أكثر نايب هنا في تونس والا سياسي تحسه يقرب ياسر ليفاندوفسكي؟ ما لازم ناقصينهم برشا، ناقصين برشا، فما قامات وقدرات كبيرة برشا في تونس اللي هما معناها لو كان يرجعوا ربما ينجموا معناها يفيدوا تونس أكثر من ليزافسكي للشخص اللي ذكرته. ليش نوا؟ ليزافسكي. ما نعرفوش. ليزافسكي. هيك نوا. فما نائب في تونس مكرم التاجوري يندرى هو تابع قلب تونس حركة النهضة وإلا نداء تونس حركة النهضة أصلع هو قلب تونس عنده شوية زغب أكثر قلب تونس ولا حركة النهضة قلب تونس مبروك عليك ربحت معنا 300 دينار مبروك مبروك وين الفلوس؟ ها؟ وين الفلوس؟ ما عنديش فلوس. هذه فضلك ولا شنو هي صاحبي؟ ايش بيك تدز انت صاحبي؟ ايش بيك صاحبي فضلك هذه؟ انت ايش بيك تدز؟ اي فضلك كاميرا تصور معناتها. انا كاميرا ايش بيك معلم؟ فضلك ولا ايش بيك؟ زين عبيد تتفرج على عبيد يا عبيد ولا شنو هي؟ عبيد يوهان توزغار القائد العسكري هذايا شارك في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية؟ الحرب العالمية الثانية. قريت عليه وعندك فكرة معناتها؟ شوية مش برشا. شوي باش معروف هو كقائد هذا قوة الشخصية كل الحمية على البلاد نتاعو النغرة احنا نقولوا النغرة هو كقائد يوهان توزغار شكون أكثر يقرب في تونس معناتها البروفيل تاع شكون؟
هو تويك كثرة الأحزاب هذية يظل ما يشبه حتى واحدة تحسه مغاير ما هوش كيف مش كيفه لا هذي محقق مش محقق مسرح الجريمة وهذا هكاك أمور جرائم الأول بالطبيعة فما النائب هذايا شكيب الأشخم يندرى هو تابع حركة النهضة ولا قلب تونس ولا نداء تونس قلب تونس تعرف نعرف وي قلب تونس شنو الحاجات الباهية اللي عنده دافع على الـ 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 على الزوايا ولا على الفقراء ماهوش كيما النواب الاخرين معناتها لا موش كيف هو ديفيرونس على الجميع الاخرين فهمتي وتحسوا ديفيرونس عليهم ياسر ديفيرونس عليهم ياسر ديفيرونس عليهم القائد العسكري يوهان توزقا شارك في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه طبعا عندك 150 دينار حسني قرا مصلي اللي هو تابع حركه النهضه والا نداء تونس والا قلب تونس قلب تونس متاكد منها المعلومه متأكد. مبروك عليك ربحت معنا 300 دينار مبروك صح مبروك عايش خويا خدتك 300 دينار اي مبروك كيفاه 300 دينار عندي انا 300 دينار اخي عليا موقفني مش تحكي لي لغة ليه عندي اهو 300 دينار اعطيني 300 دينار ليه اما مضروبين انا لا مضروبين مضروبين ايش بيك يا ودي لا ولا نصور ونصور فد تصفيق قوي لك على سلايم الحريسي وسيم عندك تعليق يستاهل عليه خوك يستاهل خوك غير منه خير منه أجمر منه أزين منه لا طيح عليك ما جاوبهاش ترجع مين أنت نحكي معك لا يستاهل شو يجيب المواطن يقول ربحت 300 من بعد قمرتهم يضربوك ولا قمرتهم يضربوك أن توكا الانمي بيبليك نتاعكم رقم واحد من هنا فصاعدا نراو سليم وين باش يعرضكم راه باش يتولي يتنكر بالله يسير على ساك وراي بالحديد خاطر هذاك علاش غلط لا المره ذي غلطه سليم ما عادش ما عادش تلعب المره لازم تدقدق ما عادش ينقص بلا بلاده هاي هاي بلي ما خاطر شو خو عاقل وما يشيش شبوك ومتربي وحده ولا بالحق ضمنهم يبهات شنو شبوك وحده شنو وحده معناتها عاقل اللي بهاتني في البرنامج هذا في جودي تو يا مخ اللي زياد المكي يقول نقص من البلاده معناتها حاجه اللي فريمون معناتها مخ الانسان ما يقدر هو شوف هو أنا مخي هو, هو زياد زياد برشا ناس غير منه وبرشا ناس نقص فيه صحيت برشا ناس ايش بدل باللون لا حافظها سببها صبع اما هو تعفون ياسر ورغم الداء والاعداء انا نموت عليك ربي فضلك عايش والله بهذه القبل يا جماعة إن شاء الله بالبوس كما هكا وانت رابح خويا 20 مليون وتتعاد صحيح ورزيل ورزيل سبحان الله فعملت برسمك عاود وانت رابح 20 مليون كاش خويا هاوما موجودين لهنا يكونوا لك انت أقل من نص ساعة فقط تبعت حرفتي توت سويت بالاسماس على 85-811 20 مليون كاش في الجزء الثالث راجعين بعد الأشهر